المصريين بيعشقوا الطير، لأن الطير بيصبح الصبح شايل رسائل كتير، ينشر البشر والفرحة والهنا والسعادة. المصريين عشقوا الطير، عملوا له غية عشان يبقى جنبهم ويبقوا جنبه، عشان يسمعوه ويفهموه، حتى حاكوا أصواته. فشوفنا الناس بيعملوا من أصواته آلات عشان الناس تستمتع بالموسيقى. عملوا من صوت الكنار الكمانجة. المصريين كمان شافوا في الطير حاجة بديعة جميلة، شافوا الطير وهم بيتعشقوا معاه بيحقق لهم معنى عميق لفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال فيه: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فعاشوا مع الطير، ولكن المصريين دققوا في صوت الطير وشافوا حاجة جديدة في صوت الطير. تعالوا نشوف المصريين ايه اللي اكتشفوه في صوت الطيور، وخاصة صوت اليمامة. اي حيوان او اي طائر بيسبح وبيذكر ربنا، وممكن يكون بيسبحها بطريقه انت ما بتاخدش بالك بيها. يعني مثلا يقول لك الكروان بيدي صوت كده تسلسل، فين؟ في التسبيح او التهليل. صوت اليمامه ده صوت ملائكي، يعني بتقول وحدوا ربكم وحدوا ربكم كده، اهالينا عرفونا يعني. صوت اليمامه بتوحد ربها وبتقول لا اله الا الله وحده. الكروان بيقول اللهم لك الحمد والشكر و الملك لك 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 لك. صوت اليمامة ده ذكر ربنا سبحانه وتعالى، يعني بيقول وحدوا ربكم اذكروا ربكم. لا طيور كلها بتسبح بحمد ربنا. صوت اليمامة بتسبح لله، بتقول وحدوه وتقول لا إله إلا الله. وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه تسبيحه. ونخرج من التقرير عشان نأكد ثلاث معاني من أهم المعاني اللي إحنا لازم نسمعها. المعنى الأول بيقول إيه؟ بيقول إن الطير منطق، لغة بيتكلموا بيها وبيفهموا بعض بيها، مش بس ويبعتوا لنا رسائل بيها. المنطق ده ذكر في القرآن، قال سيدنا سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. فالطير له منطق، والطير زي أي شيء في الكون بيسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كله بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وعشان كده المصريين لما يفهموا من اليمام ان هو بيقول وحدوا ربكم، لان هو بيوحد ربنا وعايزنا كلنا نكون في سياق واحد واحنا بنوحد ربنا. كمان المصريين كان لهم نظر في صوت اليمام، ففهموا ان اليمام بيقول لهم وحدوا ربكم، زي ما قال الشاعر: اذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. فكانت لهم عبرة في صوت اليمام إنه بيقول لهم افهموا منطقي، وحدوا ربكم، كونوا مع ربكم. بس المصريين كمان ما وقفوش عند صوت اليمام بس، المصريين كمان بصوا في كل تفاصيل حياتهم وخلوا التوحيد منتشر في كل أجزاء حياتهم. تعالوا نشوف ونتكلم. المصريين خلوا التوحيد وكلمة التوحيد موجودة فين في حياتهم؟
السلام عليكم. ازي حضرتك؟ الله يعافيك. الريحه عندكم جذبتني، فقلت اجي اسالكم سؤالين كده. طبعا احنا في حي سيدنا الحسين وكده، احلى حاجه في سيدنا عند سيدنا الحسين البخور. بس البخور دوت ما اظنش بيبقى عند سيدنا الحسين بس، بيبقى في كل حته. كل حته اللي بيجي يبخر، اول ما بيجي يبخر بيجي يبخر يقول ايه؟ المفروض يقرا قران يعني. طيب وايه تاني غير يقرا قران؟ يعني لما واحد بتاع بخور داخل كده على محل بيقول ايه؟ لا هو بيبخر عادي، بس المفروض يقرا قران يعني. فاكرين المجاذيب اللي عند سيدنا حسين والناس ديت؟ ولما كانوا بيمشوا بالبخور يقولوا ايه؟ يقولوا صلى على النبي. صلى على كويس، صلى على النبي. وايه تاني؟ بس في حاجه تانيه قبل صلى على النبي بيقولوا ايه؟ بيقولوا وحدوه كده. وحدوه. بس هو على فكره مش بس بتاع البخور ده، بياع البخور كمان اللي هو بيدخل يبخر الناس ويعمل الكلام ده. في رايكم هو بيعمل كده ليه؟ لا ما فكرناش، بس حاجه بتتفائل بيها يعني. حاجه ايه؟ بتتفائل بيها يعني. هو لما يدخل يقول وحدوه، انت بتحس بايه؟ حلو الكلام ده، بتحس بايه؟ بتحس كده ما تحس براحه يعني. براحه طبعا. ليه بتحس براحه؟ ذكر الله. ذكر الله يعني، هو كانه عمل حاجه يعني ليها علاقه بتمزج ما بين العطور وما بين ذكر الله، صح؟ عشان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام وصى على البخور وعلى الحاجات دي. بالظبط كده، يعني البخور دوت علامه من علامات الجمال، رمز من رمز الجمال، رموز الجمال. مش برضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وكانه ايه؟ عشان البخور ريحته حلوه. عشان البخور ريحته حلوه. وكمان انت لما تذكر الله وتقول لا اله الا الله، لسانك يبقى لسانك يتملي جمال، وكمان صدرك يتملي جمال. هل ينفع ان احنا نقول ان هو كمان لما هو بيجيب البخور ده هو جايب ريحه حلوه، فبيتكلم عن الجمال؟ فما ينفعش يتكلم عن الجمال من غير ما يتكلم عن الجميل اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. مش سبحانه وتعالى ان الله جميل يحب الجمال؟ طبعا. فهو جايب البخور اللي هو الجميل، مش البخور حلو ريحته حلوه ريحته جميله. الله سبحانه وتعالى امرنا ان لما نروح المسجد نعمل خذوا زينتكم. من السنه ان احنا نتطيب واحنا رايحين المساجد. ليه؟ لان الله جميل يحب الجمال. فعشان ربنا سبحانه وتعالى جميل، لما نيجي نبخر الريحه الجميله نقول ايه؟ نقول وحدوه. يعني وكانه بيقول له ايه؟ اذكروا الجميل عشان تقدروا تشموا الجميل. المصريين اتعودوا ان هم لما بيودعوا احبابهم ويجيبوهم في هذا المكان، ان نسال الله سبحانه وتعالى ان هو يكون نور وبركه على كل احبابنا. لما بيودعوا احبابهم ويدفنوهم بيقولوا وحدوه. اتعودوا ان هم يذكروا الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. ليه بيذكروا الله سبحانه وتعالى بالتوحيد؟ عشان يفكروا الناس ان انتوا ما فقدتوش الحبيب، انتوا ما فقدتوش الله سبحانه وتعالى. وحدوا الله الباقي الحي الذي لا يموت. وحدوا الله سبحانه وتعالى الذي سيبقى لكم حبيبا. فإذا فقدتم حبيبا فلن تفقدوا الحبيب الأجل الله سبحانه وتعالى. وكأنهم بيقولوا لهم لن تنالوا عين التوحيد إلا إذا أتيتم بتفريدين، أن تفردوا الله في حبكم له، وأن تفردوا الله في حبه لكم. فهو قد تودد إليكم من الأزل وهو على وده لم يزل. الله ما زال على ودكم، ما زال يحبكم، ما زال معكم. وحدوا الله فإنكم إذا تركتم حبيبا فمعكم الحبيب الأجل سبحانه وتعالى. لا تحزنوا على المفقود فإن معكم واجب الوجود، فوحدوا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازيك يا مولانا؟ وحشنا كتير. عامل ايه يا سيدنا؟ مبارك يا مبارك. الله يكرمك. الحمد لله. ازيك يا سيدي؟ انت الاخبار؟ ربنا يباركنا فيك يا رب. انا كنت بصور قلت بقى اسلم على حبايبي بقى ده شرف كبير والله. بيتك الله، احنا اللي ضيوف عندك يا مولانا. الله يكرمك. في حاجه غريبه كده بيتميز بيها المصريين لما بيعدوا فلوس، انا لفيت كل انحاء العالم ما شفتهاش. ايه بقى يا حاجه قديمه ولا قديمه شويه؟ الله واحد. ايوه الله واحد. ملوش تاني؟ ملوش تاني. العدد ثلاثة أربعة. وادي أربعة. ايوه. والصلوات خمسة. ايوه. مش كده؟ أيوة. هو السؤال بقى ليه المصريين بيقولوا الله واحد؟ هو التوحيد عندنا فطرة. التوحيد عندنا فطرة مش علم. التوحيد عندنا فطرة مش فطرة علم. طبعا. يعني ايه فطرة مش علم؟ يعني هو احنا فطرتنا كده. الله فطرتنا أكبر. التوحيد. يعني الناس من غير بطبيعتها تقول كده. بطبيعتها. يعني هم بصوا حتى لو صاحب ملة أخرى اللي بيعتقد إن الله مش واحد تلاقيه برضه في العد بيقول الله واحد. يعني المصريين بيسلموا مسابقه كل الناس فبقوا زي هو كلهم بالفطرة الله واحد. بالفطرة. يعني اي حد يعد يقول الله حتى واحد. حتى اللي ما بيصليش، حتى اللي ملتزم الله. كله هي العد الله واحد. فطرة مش علم. لان المصريين كلهم بيعيشوا التوحيد تفصيلا من تفاصيل حياتهم. فطرة. هي مش علم خالص. طب هم يعني ليه بيقولوا الله واحد؟ يعني دي فطرتهم بس هم ايه اللي بيحسوا؟ يعني مثلا انت بتعمل كده يا شيخ محمود احيانا. طب انت بتحس بايه لما بتقول الله واحد؟ لما هي بتقول الله واحد، الله واحد. انا بصدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبصدق التوحيد وحاجات، بس طبعا بدون علم. يعني انا يعني انت بتحس فيما بعد، بتحس كده فيما بعد احس ان انا بكده. لكن انا في العادي وانا بقول هي الله واحد يعني بالعادي. انت بتحس انت بتعد فلوس كده كان ربنا معاك بس، والبركه بيبقى فيها البركه. يعني احنا لما نقول الله واحد فيها البركه طبعا. اول ما بنيجي نعد بنقول الله واحد ملوش تاني، العدد ثلاثة. بقول بسم الله ما شاء الله وبعد عادي. في ناس بتقول مثلا الله واحد ملوش تاني كده، وفي ناس تانية ما شاء الله كده تبارك يعني بالحاجات دي. احنا دائما بنستبارك باسم الله دائما في بداية اي حاجة نعملها، خاصة لما يكون في نعمة من نعمة الله في ايدينا بنبدأ بيها، فبنحب دائما نبدأ باسم الله. في ناس بس دول مش ما اظنش ان دي ناس قديمه متهيألي، لان الموضوع ده منتشر كان زمان. ده جرى العرف على كده من زمان، نلاقي الناس بتقول كده يعني. وبعد كلمه حلوه يعني لما نقول الله واحد، ما الله واحد فعلا مالوش تاني فعلا، يعني حاجه كلام جميل وكلام حقيقي يعني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله واحد مالوش تاني، العدد ثلاثه، يعني نوع من انواع الذكر لله يعني. ده تعاملات ماليه فبنستبرك بكلمه الله واحد. كلنا شعب متدين بنذكر الله في كل شيء، في الفلوس بنستبشر بيها، بتبقى تفاؤل. السلام عليكم يا حاج. السلام عليكم. وعليكم. ازي حضرتك؟ الحمد لله الله يخليك. انا عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. انت ما تفتكرش في عاده ايه ده؟ انت بتطلع فلوس، انت بتعد فلوس، انت بتعدها زي بقيه المصريين بيعملوا حاجه، بيقولوا حاجه. انت لما بيعدوا فلوس المصريين بيقولوا ايه؟ بسم الله واحد ملوش تاني. ايوه واحد ملوش تاني. انت هو في ايه؟ هو في غيره؟ مفيش غيره سبحانه وتعالى. ونعم بالله. ونعم بالله طبعا. ملناش غيره سبحانه وتعالى. ليه بتقول كده؟ عشان ربنا ونعم بالله وحده ولا يعني شريك له. لانه عايز يعيش مع ربنا في كل حاجه حتى في عد الفلوس. ونعم بالله في اي حاجه طبعا. ايه تاني ممكن يكون بيعمل؟ يحصل بركه، تحصل في الفلوس، تحصل في كل يعني حاجه. هو كمان بيعد لما بيقول واحد ملوش تاني عشان البركه تحصل في الفلوس. كعاده بتاعت المصريين. انت من عادتك ان انت بتقول واحد ملوش تاني، انت بتعد ما سبتهاش يعني، دي مش بقتش عاده قديمه يعني، مش الحاج الوالد هو اللي كان بيعمل كده او حاجه ثانيه. مثلا انا سمعتها من والده والكلام ده. وانت لسه ماشي عليها؟ في كل الاوقات يعني، مش في كل الاوقات. شوف ناس كتيره بتعمل كده، الناس القديمه. الناس القديمه الناس اللي هي الكبيره والكلام ده. طب ليه بطل الناس يقولوا واحد ملوش تاني؟ كثره الفواحش والغنى والكلام ده كله. ف يعني اول ما بيمسك الفلوس يا ساتر، هم دول هم مش عارف ايه يعني، بقى مهموم يعني. ايوه مهما تكون الفلوس معاه. طب
طب هو لما كان بيمسك الفلوس زمان كان بيحس ان بيحاول بركه بكل حاجه، كان كل يعني حاجه موجوده وكل حاجه خير، ربنا معاه ويعيش مع ربنا سبحانه وتعالى حتى بعد الفلوس. ممكن يكون كان هو بيعد الفلوس بيخاف ان الفلوس تلهيه؟ لا طبعا. عشان كده بيقول واحد ملوش تاني عشان يفتكر الفلوس دي من عند ربنا وما يديهوش الفلوس، ما يحسش بيها، ما يسميش بيها، ما يجيبش بقى اي حاجه وحشه والكلام ده. اه كان صح؟ اه طبعا. اللي هو يجي يقول واحد ملوش تاني عشان ما يحسش ان الفلوس دي ماله، موجود فيها البركه، ومثلا يعني لا قدر الله تيجي تعمل بقى اي حاجه وحشه والكلام ده، يعني ذكرت ربنا فبيبعدك عن اي حاجه وحشه منها. المسلمين وشفناهم ازاي عايشين مع التوحيد في كل تفاصيل حياتهم، شفناهم وهم بيوحدوا ربنا وهم بيبصوا للسماء ويشوفوا اليمام فيسمعوا اليمام وهو بيقول وحدوا ربكم، شفناهم وهم كمان بيوحدوا ربنا وهم بيعدوا الفلوس وهم بيشموا البخور، بيوحدوا ربنا في كل وقت. ليه بيوحدوا ربنا؟ بيوحدوا ربنا لانهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لهم وبينصحهم إزاي يدخلوا في حضرة الأنبياء وفي حضرته صلى الله عليه وسلم. بيقول صلى الله عليه وسلم خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. فعاش المصريين مع التوحيد في كل حياته، رأوا الله سبحانه وتعالى في كل شيء فوحدوه سبحانه وتعالى. يفكرني وأنا بمر مع المصريين في حياتهم العادية وإزاي البائع وهو بيوحد ربنا وقلبه مليان بتوحيد الله وهو بيطلب بركة ربنا وبيطلب أن ربنا يقيه ويحفظه من كل الشرور. فكرني ده بقصة، قصة الإمام الرازي لما دخل نيسابور فامتلأت المدينة وضجت المدينة وهي بتسأل بدخول ذلك العالم الجليل في تلك المدينة، فخرجت المدينة كلها تستقبل الإمام الرازي لغاية ما امرأة بتبيع في السوق فسألت مين الرازي ده، فقالوا لها الإمام الرازي ده إمام وعالم أنشأ كتاب في 100 دليل على وجود الله. فقالت لهم المرأة وعل كان عنده 100 شك في وجود الله عشان يجيب 100 دليل على وجود الله. فسمع الإمام الرازي فقال اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور. أنا بعد ما نزلت ومشيت في شوارع